سلسلة الغارات التي شنتها طائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي. وذكر موقع ولا أن الجيش الإسرائيلي شن أكثر من 100 غارة على جنوب لبنان والبقاع. وأفاد مراسل تلفزيون العربي أن الغارات استهدفت مرتفعات جبل الريحان وأطراف المحمودية والخردلي وطير حرفة ومروحين ووادي برغز وأطراف مجرى الليطاني في الجنوب اللبناني. كما استهدفت الغارات بلدات سحمر ولباية والقطراني في البقاع الغربي. والآن على ما يبدو أن هذه الغارات تستهدف مناطق حادثة في كثير تستكمل هذه الغارات أيضا.